اهدى ماشي اهدى بس انت عندك شك في كده ايه ده ما تكرمش طيب ماشي انت بتحب النادي الزمالك انت عندك شك في لا طبعا ماشي. انا بسالك سؤال جمهورنا عنده شك في كده لا لا بتحب النادي الزمالك طبعا اشتغلت مع كارتيرون اشتغلت مع كارتيرون هل كارتيرون هو رجل المرحله القادمه لنادي الزمالك بكل امانه لا دي مش بتاعتي انا لا 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 بس خد بالك انا بتكلم على فنيات انت بتتكلم انت دلوقتي بتتكلم مسؤول انت بتتكلم مسؤول ولا بتتكلم زملكاوي لا بص 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 مهم بيتكلم في نقطه مهمه جدا كابتن مصطفى هنا بص هقول لك حاجه انا قاعد في منصب مسؤول طب خلينا نتكلم مسؤول في نادي الزمالك ولا قاعد في منصب يا حبيبي ماشي. نادي بيحب نادي الزمالك ما انا قلت لك انت بتحب نادي الزمالك انا بحب نادي الزمالك اه هل انا قلت لك لا مش هو راجل المرحله انا صاحب القرار لا مالهاش دعوه انت لا بس انت يعني بتخلينا لان انت اشتغلت معاه بص يا ابو اسامه اتفضل انا اكتر واحد كنت معترض على مانويل جوزيه مش معترض ان هو لا ان احنا عندنا لعيبه كويسه لكن مانويل جوزيه في ميزه هي دي اللي بتنجح شخصية المدرب شخصيه فده المدرب. عنده شخصيه انا اسامه نبيه انت مش هتلعب خلينا مش احنا عمالين نقطع في كروش وعمالين نقول لما يقول احسن اتنين لعيبه في مصر طارق حامد وقفش لا دي شخصية مدرب عارف هو بيعمل ايه لما اجي ما اقدرش اواجه لعيبتي مش عايزين نبعد عن السؤال لما اجي مش قادر زي ما بيقول كده اسامه انت عايز هلعب انت عايز تغلطنا لا والله لا مش لا والله بجد انا عايزك تتكلم بكل شفافيه لا لا شوف شوف لسبب لو انت ما اشتغلتش معاه والله ما هسالك السؤال ده بص بص مش هسالك أنا السؤال انا اشتغلت معاه وخدنا بطوله الدوري من اصعب الدوريات اللي كانت تمام موجوده تمام عشان احنا خسرنا ماتشات بس خد بالك ماشي يا كابتن مصطفى انت خسرت وانا كنت مركز بالظبط صح صح انا زمان كنت بخسر وانت كنت مركز صح صح, صح يعني هو انا وانت كنت بتاخد الدوري ازاي أيوة لما بيبقى فرق 13 بونت صح انت مركز وانا بخسر بنقط بالظبط صح فالفرصه اللي جات لي آية اتعكست انا ركزت انت خسرت النقطه صح لو سمحت اللي انا عايز اقوله ارجع لي بقى انا هقول لك انا رجعت لك هو الفتره دي وانا قلت لك الكلام ده واحنا هنا هو نفسه مش عارف هو عايز ايه من اول كاس الرابطه حط على نفسه ضغط يا كابتن قعد وصل رساله للناس انا هاخد كاس الرابطه طب انت حضرت لده ما حضرش لده طب انت عملت زي النادي الاهلي طب النادي الاهلي بعد كل دوت لعب مجموعه شباب في كاس الرابطه اربع ماتشات صح صح وبعدين راح مجهز لعيبته اللي هيروح بيها كاس العالم لان اللي هي بقت كانت بالنسبه له مفاجاه لا ما كانتش مفاجاه ان هو هيروح ناقص لعيبه من المنتخب فهنا الراجل كان عارف هو عامل ايه اول لا مش انا مش بلف وادور انا بقول لك هو الفتره دي هو الفتره دي هو الفتره دي مش عايز مش عارف هو عايز ايه سؤالي مش بتاعتي هل كارت يا كابتن يا كابتن مش بتاعتي ارجوك يا كابتن مش قراري مش ده بتاعي ده انت رجل قوي طب زملكاوي مش بتاعته المرحله دي مش بتاعته بتاعت مين قول لي انت بقى ارد رد على مالي انا مش مسؤول انا بسالك سؤال الله يفتح عليك انا بسالك انت سؤال انت مش مسؤول أيوة. وانا مش مسؤول حلو قوي انا مشجع انا بقول لك افصل انا انا بقول لك انا ما بسالك ثواني يا كابتن ثواني يا كابتن مصطفى مش بتاعته بتاعت مين يا كابتن انا بسالك السؤال ده مش بصفتك مسؤول بصفتك زملكاوي ومشجع زملكاوي وعندك رؤيه فنيه ارد عليك يا مهيب اقول لك مش بتاعته الفترة دي. انت عندك اجابة المرحلة اللي جاية بتاعت مين يا كابتن مصطفى؟ لا احنا مالنا في ادارة هي اللي جاية شفت بقى في ادارة طيب. لكن انا بسألك فنيا تعالى بقى كابتن تعالى فنيا علميا انا لو مسؤول مش همشيه مش هتمشيه؟ لا يبقى نعمل ايه بقى؟ نبعت نجيبه في نبعت نجيبه في الادارة اذا كنا هنعمل لجنة كورة وامير موجود وفي اشراف على الكورة كابتن جمال عبد الحميد موجود يا جماعة في لجنة في نادي الزمالك دلوقتي مع امير مشرف على الكوره نبعت نجيب المستشار مرتضى منصور استدعى الكابتن جمال عبد الحميد دلوقتي حالا عشان جلسه طارئه ممكن ان يصدر فيها لا قرارات لا ما فيش ما ينفعش بس خد بقى دلوقتي بقى انا بقول لك اهو زملكاوي ما ينفعش دلوقتي ما ينفعش طبعا انت مسافر بكره انجولا الصبح وبعدين طالع من انجولا طالع من انجولا رايح المغرب تمام ما ينفعش بص يا مهيب بص يا اكتر وقت محتاج انت دلوقتي مش بتتكلم على مدير فني انت بتتكلم على نادي الزمالك اسم نادي الزمالك اكتر وقت نادي الزمالك محتاج جماهيره ومحتاج مجلس ادارته محتاج لاعبته القدام والجداد انه لازم يقف ورا النادي حلو قوي لكن انا ضد التغيير في الوقت الحالي لو عايز يغير كان غير من ساعه البطوله اللي اتعملت دي كاس الرابطه ويبقى عندك وقت للمدرب اللي يجي دلوقتي هتيجي تمسك مين هتمسك محمد صلاح هتمسك محمد حلمي هتمسك اسامه هتمسك اسماعيل يوسف لعبتنا لعبت الاهلي والزمالك يا مهيب
خليني اقول لك بلفظ كده، لازم حد يشكمهم. يعني احنا كنا سوبر ستار، درش تبص في عينين هيديكوتي زي 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 مانويل جوزيه، كان شخصيه في الملعب. هي دي المدربين، دي اللي طيب تشتغل. ليه الزمالك؟ والسؤال ده هرجع لكابتن اسامه نبيه وهساله له، لكن هسالك يا كابتن مصطفى.